خاطر بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كل من أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أحمد محمد محمد عبد العاطي مدير مكتبي رئيس الجمهورية، أيمن عبد الرؤوف علي أحمد هدهد مستشارا بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، علاء حمزة علي السيد قائمة بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، رضا محمد الصاوي محمد لملوم مكاوي جمعة عفيفي، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد هاني سيد توفيق سيد، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبد الرحمن عز الدين إمام، صابر محمد مصطفى، محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية السابق محبوسا احتياطيا، محمد إبراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، وجدي عبد الحميد محمد غنيم، بأنهم في يومي الخامس والسادس من ديسمبر عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة المتهمون من الأول حتى الحادي عشر استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم واردة أسماءهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء تنظيم الإخوان والمواليين لهم في مسيرات عديدة متوجهين للمكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد، ذلك أنه في ذات الزمان والبيان سالف البيان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه الحسيني محمد أبو ضيف أحمد عمدا مع صفق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا آخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق مجهول من بينهم عيارا ناريا بقصد إزهاق روحي، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت حياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيق. وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها الجنايات التالية، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهما محمد سنوسي علي ومحمود محمد إبراهيم أحمد عوض عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان، وتوجهوا المتهمون وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما أن ظفروا بالمجني عليهما حتى أطلق المجهولون صوبهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما، فأحدثوا بهما إصابتيهما الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهما، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. قبضوا وآخرون مجهولون على المجني عليهم مينا فيليب جاد بشاي، علي خيري عبد المحسن عبد الحليم، يحيى زكريا عثمان نجم، رامي صبري قرياكس تودروس، علا محمود سعيد عبد الظاهر شهبة، براء محمد حجازي وآخرين، والبالغ عددهم 54 شخصا على النحو المبين بالأوراق، واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق، وعذبوهم بالتعذيبات البدنية، فأحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجني عليهم، والبالغ عددهم 20 شخصا والمبينة أسماءهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتي نشأ لديهم جرائها مرض وعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما حال كونهم حاملين أسلحة وأدوات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي حال كون بعض المجني عليهم أطفالا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها، وكان